أنت ميت ميت يا خيري. فنان تلبأ عادل إمام بوفاته وبكى عليه. خيري اللص الشرير، هل تذكرتموه؟ كواليس مثيرة تشهدها الأعمال السينمائية ويكشف عن بعضها بعد مرور سنوات طويلة، لعل أبرزها ما حدث في فيلم حنفي الأبهة الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام وفاروق الفيشاوي. الفيلم الذي شهد أمرا غريبا كشفت عنه السيدة منال وهبة ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة الذي شارك مع عادل إمام في العمل بشخصية خيري. فقد أكدت ابنة الفنان الراحل في لقاء تلفزيوني أن والدها كان صديقا مقربا للغاية من إمام، ونشأت بينهما علاقة مشتركة بعد التعاون الفني، وأوضحت أن إمام أجاب من قبل عن سؤال يتعلق بأكثر أمر أثر فيه خلال مشواره الفني، واعتبرا أن وفاة زميله مجدي وهبة هي أكثر ما أثر فيه. وأرجع إمام السبب إلى ما حدث في فيلم حنفي الأبهة، حيث كانت هناك جملة في السيناريو يقولها عادل إمام لمجدي وهبة، وذلك أثناء مواجهتهما معا، حيث يقول عادل إمام الذي يجسد شخصية حنفي الأبهة لمنافسه: أنت ميت ميت يا خيري. ليفاجئ الجميع بوفاة مجدي وهبة بعد هذا المشهد بأسبوعين فقط، وهو ما أثر للغاية على عادل إمام بعدما شعر بأنه تنبأ بوفاة زميله، الأمر الذي دفعه للبكاء حينما تذكر ما حدث بينهما ورحيل زميله بعد تلك الكلمات. لكن يرى الآخرون أن هذا شيء طبيعيا ولا يندرج تحت مسمى التنبؤ، وإنما قد يكون بمحض الصدفة لا أكثر. لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. يشار إلى أن فيلم حنفي الأبهة عرض عام 1990 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، فيما توفى مجدي وهبة في الرابع من فبراير من نفس العام وقت عرض الفيلم.